آخر إنجازات الهيئة في عام 24 وهي استرداد المبلغ اللي بالدولار هو 1,630,300 دولار أمريكي مسترد كجزء من الكسب غير المشروع وتضخم الأموال اللي يبلغ 7,525,000 دولار أمريكي لدى المدان المحكوم بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات وفق المادة 19 على ثاني من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، وهو المدان رعد قاسم محمد علي الذي كان مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء. طبعا وعند التحري على هذا المبلغ في دارف تم العثور على المخشرات الذهبية اللي هي بحدود 3 كيلوغرامات يعني ويزيد، وطبعا بعض المخشرات الذهبية اللي هي مثل أمامكم هي ذات قيمة معنوية، بمعنى أنه ليست قيمة مادية فقط وإنما للصياغة والشكل الموجودة فيها وكذلك الأحجار الموجودة فيها لها دلالات فتعطي لها قيمة أكبر، لم تقيم لحد الآن، إن شاء الله في المستقبل وعندما نرسلها إلى خزينة الدولة سيكون تقييمها هناك وتسعيرها وفق القانون. طبعا المبلغ الثاني هو 1,834,165,000 دينار عراقي مسترد حاليا من المتهم الموقوف حاليا في مكتبنا في ميسان على ذمة محكمة تحقيق قضايا النزاهة في ميسان، المتهم علاء شوحي أبو علي الساعدي اللي هو طبعا كان يشغل منصب مدير قسم حسابات الأفراد بشركة نفط ميسان سابقا، ولديه اختلاس بمبلغ وقدره 8,600,000 دينار عراقي. ان شاء الله سنسترد الباقي منه ان شاء الله، وان شاء الله هو باتجاه الاحاله لمحكمه الموضوع واصدار الحكم العادل بحقه من القضاء العراقي العادل. المبلغ الثالث وهو مبلغ 250,000 دولار امريكي وهو بدل ايجار مستشفى مشيد في منطقه الداوودي يعود للمدان بالحبس الشديد 5 سنوات ورد مبلغ التضخم اللي مجمله مع الغرامه اصبح 77,938,668,000 دينار عراقي هو المدان محمد حنش محمود اللي كان يشغل مدير جمرك طرابيل سابقا. طبعا وهذه مستمر المبالغ لان هذه المستشفيات هي من ضمن المبالغ المحجوزه نتيجه التضخم وقبل ان يتم مصادرتها بالكامل بالحكم القضائي.